Bosma killed or maimed 12 lives. The Nice-Bastide atrocity took 86. Safety for the people of Israel, all the people of Israel, and addressing the plight of those we will hear from today. أخوي يوسف وابن حمزة حاليا ما بعرف عنهم ولا حاجة ولا شيء لأني مش عندهم وما بجيني إخبار عندهم. أنا بعرف إن يوسف وجعان مريض عنده سكر عنده ضغط عنده وجع في راسه عنده عملية كانت في عينه وحمزة بعرف إن عنده مشكلة في راسه بدوخ ما قرينا وبتأثر عليه بعرف إنهم عينين أخوي يوسف وابنه هذا اللي بعرف عنهم من قبل ما ينخطفوا ويأخذوهم حماس. Does he need to hold the entire interview? No. 10 seconds. 10 seconds. بس.